السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الأصدقاء في حلقة جديدة من حلقات الصيد والمصايد على قناة محمد عبد القادر عبد العزيز. النهاردة هعمل لكم فكرة سهلة جدا بصندوق العصافير أو قفص العصافير، ده القفص السلكي ده، فكرة أسهل مما يكون يعني. دي بالنسبة للمبتدئين، أي حد عايز يصطاد طيور بسهولة. لو عاوز يصطاد مثلا عصافير أو بلابل، بيحط أكل عصافير أو بلكم. لو عايز اصطاد يمام او حمام، هيحط ذرة او فول او رز او الحاجات دي برضو، والحاجات دي برضو بيجي عليها اليمام، يحط في الصندوق زي كده. تمام، وهاجي جاي على الباب. طبعا حاطين 3 طوبات كده علشان الطائر بيطلع يدوس يطلع عليهم. تمام، وهيعمل سلك حديد زي كده، هيتنيه بس التانية دي حرف ال زاوية قايمة، ومن فوق هيتنيه التانية دي. تمام، ويخليها لتحت برضو، نازلة لتحت شوية كده، بحيث ان احنا هنحطها هنا كده في الباب. نحطها في الباب ونايه، ونثبت عليها الباب. تمام، بتبقى زي كده. الطائر بمجرد ما بيجي يطلع هنا ويدوس ويقف هنا، وبعدين علشان يدخل، نوقف على حرف الباب هنا، علشان يدخل لازم يدوس على ايه، على الحديدة من هنا، فبيروح دايس بتروح نازلة ايه، قافلة بيه. طريقة سهلة جدا، هيخليكم معايا. نرفع الباب، واقل وزن لاي طائر هيقفل الباب. معلش انا مش عارف اظبطها، التليفون في ايدي. اهي. تمام، فكره سهله وبسيطه خالص. الأستاذ خالد كان بيسألني على فكرة للصندوق بتاعه، وقلت له على فكرة إن أنا بكرة إن شاء الله هعمل لك فكرة أسهل، وهي دي الفكرة. صعبة يا جماعة؟ آه. الحديدة نازلة كده زاوية حرف ال زاوية قايمة، الطائر بيطلع على الطوب كده يدوس، وليكن بلبل أو يمام أو كده، فبيجي دايس. وبالذات لو حطينا ورا الصندوق ده كمان صندوق كمان زيه، ويكون فيه عصافير، فالعصافير هتيجي على بعضها. نحط فيه يمام، اليمام هيجي فهيفكر ان ده مدخل يدخله على اليمام التاني، فهيقف فينا هيلاقي اكل جوه، هيشوف الاكل هيروح دايس اهو. مجرد ما يلمس دي تيجي نازله بيه. انا بصراحه لسه ما جربتهاش، انا عارف الفكره دي شفتها قبل كده على النت، ولكن لسه ما جربتهاش. هنجربها ان شاء الله وننصبها، ولما تمسك برضه هصورها لكم لو مسكت حاجه يعني، لانها برضه هي ايه، على الرغم من انها سهله جدا، على الرغم من انها ان انا حاسس انها ما ت... يعني ما تدخلش على الطيور قوي، بس هي فكره سهله وبسيطه، تدخل على العصافير وعلى وعلى الحاجات دي، بس بالنسبه لليمام هتبقى صعبه شويه. انا ما جربتهاش بصراحه اليمام، بس اليمام حريص شويه، بيحب الباب يكون واسع او يدخل في مدخل ما بيزنقش نفسه. تمام، هيدوس الطائر هتيجي قافل عليه. هنخليها كده، ما نشوف في حاجه هتدخلها كده ولا ايه، ولو دخلها حاجه هصورها لكم برده ان شاء الله. طبعا زي ما انتم عارفين احنا عندنا هنا مصايد كتير، حاجه بسم الله ما شاء الله، وماسكة زي ما انتم شايفين. ادي اليمام اهو، فخ سلك، ومصايد السيدة عيشة 3 هما، والهرم النايم على جنبه او الهرم المقلوب، وفكرة مصايد الميزان اللي هي الكازيلة،
المصاده اللي على الطريق الاوروبيه دي راكنينها لانها بتمسك عصافير بس، والشبكه طبعا اللي اليومين دول عامله ضجه على النت بتمسك بصراحه اي طائر، يعني مسكت صقور ومسكت بوم ومسكت كروان وابو وردان وابو فصاده وعصافير بلدي ومسكت حاجات تانية كتير. ما تنسوش الدعم الكبير لينا، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم اشعارات بالمقاطع الجديدة، والمقطع لو عجبكم شاركوه على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعجاب برضو علشان نتصدر محركات البحث، واستودعكم الله.